تكونوا بخير وتكونوا بصحتكم اختكم الله كيدخلات الله كيدخلات. المهم الغزاله ديالي وصل صابرين وجيت اختكم من الصباح وانا خارجه اليوم ما سجلت معكم لا روتين لا خديوه لا حتى حاجه البنات. نكذب عليكم جيت البنات غير الكوكوط راكم عارفين مني كتكوني خارجه طالا خارجه وجايه تنفعك غير الكوكوط طحي الدجاج دار عليه شويه بحال البطيطه صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم بعدا قولوا لي دايرين اموركم مزيان ناشطين عواشركم مبروكه الله يدخلها عليكم بالصحه والسلام وبطول العمر يا ربي امين وبشي رزيق والامنيات وبشي مره اللي بشي مره اي مره كتمنى شي حاجه ربي يحققها لك اختي كنقول لك الله يسهل عليك كندعي معاك من قلبي اختي. المهم ناشطه فرحانه حيت قضيت الصباح البنات الوريقات الحمد لله بقاو لي غير الباسبورات من هنا البنات تا نجيب اختكم الباسبورات ونديرهم تحت راسي عدن هنا عدن هنا البنات الحمد لله. درت بنياتي الكارطة دينديتا كاملات درتها اليوم صابرين ما بطلتش ليها ديتها جاب الله وقت معايا ديك اللي في الكومون قالت لي بلا ما تجيبيها بلا ما تبطلي ليها صافي راني شفتها جيبي غير حكيمو جنات صافي وقالت لينا اليوم البنات الكارطة دينديتا بقى ليا غير الباسبور غير كيف نتيريها نمشي نصاوب ليهم الباسبورات. المهم الحمد لله ربي ميسر الحمد لله الحمد لله. وقبل البنات نقول لك اختي ما تبخليش عليا واحد لايك كتشجيع عليا قبل ما نشارك معاك اختي هنايا حيت غتشكريني غتشارك معاك هادشي وغتشكريني. المهم البنات شكرا لجميع الاخوات اللي سولوا على حكيمه الله يخطيكم والله يكبر بيكم كيف ما كتكبروا بيا وكيف ما كتسولوا على بنياتي كنقول لك اختي الله يخلي لكم الله يخلي لك صحيحتك. اي اخت واي ميمه كتسول عليا عرفت محبه الناس عرفتي راني عزيزه عارفه راسي عزيزه عليكم ولا عارفه راسي الله يحفظكم ما كتعرفونيش يعني غير كتعرفوني غير عبر اليوتيوب كتشوفوني غير في التليفون ولا في التلفازه بزاف الاخوات اللي كيصيفطوا لي بحال كزهره كنتفرجوا فيك هن كنتفرجوا فيك هن وكتبغيوني كنقول لك اختي الله يكبر بيك الله يكبر بيك الله يخلي لك صحيحتك وليداتك. المهم غندوز البنات نشارك معكم واحد الحاجه زوينه هنا وصلتني وقلت ضروري ما نشاركها معكم واحد الحاجه خديتها لميمه غنديها معايا ان شاء الله ملي نمشي للمغرب وانا ما كرهتش الوالده تجي قبل ما تجي تاخذها هنا وما عرفت. المهم غنشوفوا ان شاء الله. المهم خديت ليها واحد الحاجه زوينه غتشوفوها غتحكموا ايوا تقولوا لي كيف جاكم الكادو ديال لميمه تهلاو في الميمات ديالكم راه الا كنتو مرضيين كوني اكيد ربي ما عمرك تخص ما عمرك تخصي واخا كريمه زوينه للوالدين وكيف ما كيكون كيف ما يكونوا حيت الوالدين شي حاجه زوينه. المهم غندوز نشارك معكم البنات اول حاجه اول حاجه البنات دبراتي اختي. المهم كيف ما كتشوفوا دبراتي غنشارك معكم واحد العبايه عرفتوا البنات هاد العبايه شفتها في السيت وغنخلي لكم البنات التصويره ديال السيت عرفتوا شحال دايرين ليها الثمن وباش خديتها يا البنات ثمن مناسب ولا بغيتيها اختي ها انا اختي ها الرقم ها هو ها هو دخلي نخلي لك اللينك جروب منين خديتها ثمن مناسب. والبنات هاد الاخت هادي من اطيب خلق الله من اطيب خلق الله وزائد الكادو لالا كتعطيك حتى الهديه والبنات اللي خادوا الهديه كنت خديت من عندها لاتوتا والشال راكم عاقلين البنات اللي توتا قبل وبزاف البنات اللي جاهم الهديه ديال الماسك اللي كندير دابا لوجهي البنات اللي واعر وحتى الريسيل حتى هو شي حاجه واعره البنات العوينات بزاف البنات نقول لكم صحتكم وراحتكم. ودابا لا بغيتي حتى هاد العبايه عندك هديه لالا وغنوريكم الهديه اللي جاتني مع هاد العبايه. المهم هنا اول حاجه غنشاركها معاكم واو البنات واو 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 واو, واو. شي حاجه واعره شي حاجه ما نقولش لكم شي حاجه مخدومه شي حاجه مخدومه واعره هانتوما البنات وتحيت الميمه ديالي البنات الوالده خديتها ليها في الكحل حيت الوالده شويه عامره شويه غليظه وخديتها ليها في الكحل حيت الكحل كيبين شويه كيبين المهم كيبين شويه الضعف
وكيف ما كتشوف انا اختك ليا فهاد الويان غنلبسها انا قيسها انا قيسها الصراحه ما قدرتش ما نصبرش عرفتوا البنات داك الثوب طيح عرفتوا الثوب ديال هذاك طيح عندها هاد الشالات البنات اللي كيسولون على الشالات هالرقم اختي مهم انا نشارك معكم ناس زوينين ناس زوينين ومنين المهم ناس اللي يستاهلوا اختي ناخذ من عندهم نبارطاجيها علاش لا لانهم كيستاهلوا انا ما نبارطاجي لكم هذوك اللي يشوفوا الفوق عندها جوج بياسات غادي تطير وغادي تفرفر هذيك من الله ما ناخذ من عندها انا المهم البنات عاد قيسها شي حاجه واعره وهنا البنات هاد الشعر هذا البنات اللي كيسولوني على الشيلان طايحين زهره ملي كتاخذي شيلانك شي حاجه البنات واعره وطايحه غنتقي الضاربي معاها اختي هانتوما اول شعر في الغوز كيف كتشوفوا البنات هذا غندير معاه هاد العبايه وهاد الشعر هذا في الاسود شوفوا البنات حتى هو طايح دوك الشيلان طايحين هانا يا لالا الوليدة نحلوها حتى هي تشوفوها البنات غندوز نشارك معكم المهم الغزالات ها الوليدة وحدة ليك الوحدة اللي عزيز عليك أيا إيوا المرضيات مالونا مالونا خذي لك وخذي لأمك أختي وشنو تلاقي في مويتك إيوا هانتوما هانتوما يا الغزالات هانتوما الوليدة يا اختي هاي عريضة معها الله تجي الوليدة خدي ديال الفيزو فزوينة كتعطيها القياس كتعطيك المهم شحال فك من كيلو المهم هذاك العبارة كتحطو هي في الجروب كتحطو في الجروب وكتهزيه كتعبري وبعض المرات كتقول لك حتى عبري الا كنتي شاكة حيت كاينة اللي عامرة من الفوق من ما عامراش كاينة اللي عامرة من هنا ما عامراش من هنا انا عندي الكتاف البنات شوفوا ديال الوليدة وانا غنقيس لكم ديالي غنقيس لكم البنات ديالي وغتشوفوا كيف كتجي في اللبسه وغنصرع عليكم بواحد الصويب بواحد الصنايديله هانتوما معايا البنات حطيت لكم السيت شوفوا يا البنات شحال دايره 82 يورو تصدمت والله الا تصدمت المهم البنات هي دايره لي صراحه تبارك الله فكرت البنات اللي كيسوا هاد اللبسات بالسري ولاد ديالهم هادو اللي حماقوا عليها البنات هادو البنات راهم تما عندها المهم نكمل وانا راجع عليكم المهم الغزالات رجعت معكم عفوا البنات شي حاجه واو 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 شي حاجه طوب شي حاجه خلوها شيك شي حاجه زوينه شي حاجه مماويه الصراحه كتبان واعره البنات عرفتكم مباشره راه احسن راه التليفون كيبيش الحقيقه المهم درت مع هاد الناس واحد درت معها صنيديله هانتوما فهاد اللويين هذا شو شي بان ليكم فهاد الصويك هذا عجبني حتى الشال عرفتوا الشيلان ما دوك الشيلان اللي فاش عجبني ما كيبينش يعني ما كيبين مديره لا هذاك ما كيبينش الشعر البنات هانتوما راه يبان ليكم ما كيبين لا شعر هو عنده اثمنه مناسبه وغنرجع ناخذ من عندها شيلان لانهم عجبوني شي حاجه واعره اوه عجبتني العبايه الوالده غتبقى ترضي عليا ايوا اختي ايوا بغيت الرضا خذي ليك وخذي لمويتك المهم البنات شي حاجه واعره شي حاجه عجبتني وغندوز نشارك معاكم درت ليها التصويك في هذا ما عمري درته كنت خديته البنات حتى هو انا في الحاجه اللي فيها تخفيض هادو ميزه شفتوا البنات راه حطيت لكم الصوره تشوفوا السيت شحال دايرين ليها هذه انا اختي راه باركه ومقشش شوفوا في السيت شحال دايرين ليها صدمه البنات الا خديتي عبايه عاد هذاك الشيء طبيعي هي غصيفط ليك هذيك المره دارت لينا بلاتو البنات دارت لينا ريسيل المره اللي فاتت ريسيل وماسك ديال ماسك ديال ارغان دابا البنات صابونيت ارغان والبلسم بالزيت ارغان ديال الشعر شفتوا البنات شي حاجه طبيعيه وشي حاجه زوينه هذا راه كنديرو واعر البنات واعر هانتوما بديت نوريكم
واحد ضروري من الهديه راه ديجا كندير فيه هانتوما البنات راه يبان ليكم ديجا كندير منه هانتوما ديجا كندير منه شي حاجه واعره البنات اسمحوا لي شي حاجه راني ضروري ما نشاركها معاكم وان شاء الله حقا خاصه دابا عارف البنات كيبغيو يتقداو مع المغرب ما كيعرفوش منين يتقداو البنات المحجبات ما كيسيبوش الحوايج خاصه هنا البنات بعض المرات راه ما كتصد في حاجه وما كاملاش تصيبي سروال ما تصيبيش معها قميجه خاصه سروالها اما البنات هاد الاخت عندها كيف قلت لكم حويجات لي كومبلي البيسات لي كومبلي شي حاجه زوينه وحتى الاثمنه راه حجاب اليغونس راه ما كاينش اخوات الله يعمر هدر المهم الاخوات اللي كيعرفوها راه دائما كيعلقوا الله يعمر هدر وانا كنجيب لكم غير الاخوات اللي الله يعمر هدر وكيف قلت لكم راها انسانه من اطيب خلق الله وهنا الغزالات غنحبس معكم الفيديو نقول لكم السلام عليكم تهلاو في رزقكم وما تنساوش دائما انني احبكم في الله خير نمشي لبناتي قبل لكم